قرر سباستيان دي صبري المدير الفني لفريق بيراميدز الاعتماد على عبد الله السعيد صانع العاب الفريق في التشكيل الاساسي لمباراه نهائي كاس مصر امام الزمالك. السعيد العائد من الاصابه كان بديلا في مربة روجيت التي فاز بها بيراميدز وصعد من خلالها للمباراه النهائيه. التشكيل الاساسي لبيراميدز جاء على النحو التالي: في حراسه المرمى احمد الشناوي، في الدفاع رجب بكار، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد حمدي، في خط الوسط الدفاعي نبيل عماد، دونجا، اريك تراوري، في خط الوسط الهجوم ابراهيم حسن، عبد الله السعيد، اسلام عيسى، وفي الهجوم جون انطوي. بينما يجلس عمر جابر وعبد الله بكري واحمد توفيق ومحمد فاروق واحمد علي وعبد المالا ومهدي سليمان على مقاعد البدلاء. تقدر الاشاره الى ان الزمالك سيواجه بيراميدز في الثامنه مساء على ملعب برج العرب في نهائي كاس مصر.